قرعه كاس الامم الافريقيه كانت حاجه مبهره، كل الناس عندها حماس كبير جدا. الدوله المصريه بالكامل بتتحرك، كل مؤسسات الدوله، كل المحافظين، كل الوزراء بيتابعوا على الارض، السيد رئيس الجمهوريه بنفسه بيتابع استاد القاهره، يعني ملحمه. مبروك لمصر، مبروك لمصر ان الدوله كلها بتتحرك وبتتغير بجد. ده حقيقي، مش كلام تجاري يا سيف، بس كلام حقيقي بجد. اللي انا شفته مؤسسات الدوله ان هي تبقى عندها نفس، يعني انت بيبقى عندك طموح، ده بحكم السن يعني. دايما الصغيرين او الاجيال بصفه، يعني انا بتكلم كده ان حتى المساعدين بتوعي او التيم بتاعي كلهم صغيرين وبنتعلم من الكبار وبنسمع من الاصغر مننا، بس بيبقى عندك طموح، وتلاقي ان الدوله بتنفذ هذا الطموح وكمان بتمشي معاك وعندها طموح اكتر. ده مبروك لمصر بجد. انا يعني انا شايف ان الانفراستراكشر والمشروع اللي اتعمل للبلد بكل التفاصيل الصغيره اللي موجوده يا سيف، الاهتمام بكل التفاصيل، ودي حاجه مهمه جدا من قبل قطاعات الدوله ومؤسسات الدوله كلها، ده انجاز. يعني ظهر في القرعه، يمكن احنا قبل القرعه كنا بنقول ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه، وبنفكر مش في القرعه فقط، احنا بنفكر ان يبقى في استثمار رياضي، وزاره السياحه، سياحه رياضيه. اللي انت عملته في القرعه انت يعني مليارات، انت عملت كامبين بمليارات، ان يبصوا تاني يوم يطلع في فرانس 24 في CNN كل الوكالات الانباء العالميه يتقال لك، يعني يتقال هيستوريكال درو لو روسيا ابهرتنا يا سيف. بس انت هل فاكر قرعه روسيا كانت فين؟ مش هتفتكر. لكن مصر على طول هتيجي في دماغك ابو الهول، الهرم. انت عندك اماكن حلوه جدا والتنظيم كان عمل القرعه فضل اللي عمل القرعه التنظيم، يعني لجنه منظمه طبعا، ولكن شركه برزنتيشن ليها دور كبير جدا جدا على الارض، يعني على الارض اشتغلت جامد، بس لجنه منظمه طبعا بكل التفاصيل. التفاصيل كلها كانت معاك، زائد الدوله. انت معاك دوله. الحقيقه الاختيارات كانت رائعه، الناس اللي طلعت الاساطير اللي كانوا موجودين، وجود كابتن احمد حسن، التقديم مريم امين، الحقيقه كانت رائعه، كل حاجه، كل تفصيله الحمد لله كانت الدنيا الحقيقه. يعني اعتقد قعدتوا على كل تفصيله بشكل رائع، كل تفصيله. ومعانا الاتحاد الافريقي طبعا، ومعاك الدوله. يعني انت لما تيجي تفكر يا سيف، واحنا بنفكر معاك الدوله، معاك الدوله طبعا، معاك مؤسسات الدوله، ده كلام حقيقي. فبتيجي تفكر، هي كره القدم هي اسهل واسرع وسيله انك تنقل الرسائل للعالم. انت 7 سنين اللي فاتوا كانوا 7 سنين صعبين جدا على الكره المصريه بشكل عام، مش هقول لك على مصر فقط، لكن الكره المصريه بالاخص. عاوز ترجع جمهور، عاوز تحسس الناس وتبعت رسائل ان مصر فيها امان. القرعه حصل فيها ان منذ استقبال الوفود، وكانت اول مره تحصل، ان انت عندك كميه يعني فيزا طلعت غير طبيعيه.